إذا أردت البحث عن الإنجازات والبطولات فابحث عن النادي الأهلي ودولاب بطولاته المكدس بالدروع والكؤوس المحلية والقارية والدولية. الأهلي لا يعرف المنافسة على أي مركز، لا ينافس إلا على الألقاب، رقم واحد في جميع الألعاب بأبنائه وجماهيره. أبناء المارد الأحمر يتصدرون دائما المشهد ببطولاتهم في الملاعب، والبعض منهم لم تقتصر علاقتهم على الملاعب بل امتدت إلى صداقات وعشرة عمر ومواقف جعلت الجميع أفراد في عائلة الأهلي، الشاهدة على حكايات تحولت من الملاعب لعش الزوجية. ومن ضمن تلك الحكايات حكاية عمرو ممدوح حارس الأهلي السابق لكرة الماء وزوجته سارة حسام لاعبة يد المارد الأحمر. حقق عمرو ممدوح مع الأهلي 4 دوريات و6 بطولات عربية و3 بطولات لكأس مصر، وشارك مع منتخب مصر في كأسين للعالم وبطولتين عربيتين و3 بطولات للبحر المتوسط وعدد كبير من البطولات الدولية، فيما حققت سارة حسام العديد من البطولات المحلية والقارية مختتمة الموسم الماضي بحصد الثلاثية دوري وكأس وبطولة منطقة القاهرة. للثنائي تحديات مستقبلية رياضية وأسرية يخوضانها بقوة وعزيمة وكالعادة بشخصية البطل وروح الفانيلة الحمراء لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده ل10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. وزي طبعا ما حضراتكم تابعتم وشفتوا معانا من خلال هذا التقرير، منورنا في الاستوديو ثنائي ناجح جدا رياضيا وكمان اسريا، معانا كابتن عمرو ممدوح وهو حارس النادي الاهلي السابق في كره الماء، ونصه الحلو زوجته ساره حسام لاعبه يد النادي الاهلي. صباح الفل عليكم، منورين الدنيا. مبروك متاخره حبتين، انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ داخلين في سنتين اهو. لا يبقى متاخره حبتين، بس برضه الامر ما يخلاش، الف مبروك. البدايه جت منين؟ يعني تعرف جيب لي كره يد وكره ماء، يعني ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ النادي بقى والماتشات هنا والماتشات هنا، يعني تعارف واعجاب، وبعدين الحمد لله ربنا تمم بخير. الحمد زي ما هو بيقول كابتن عمرو، ولا كان في بقى حاجات هو ايه بقى؟ لا لا لا، هو كان بيجي يراقب من بعيد يشوف التدريبات عامله ازاي والمستوى في الاداء عامل ازاي، كان بيعمل كده. لا هو كان في النادي في الاول، احنا في الاول فعلا في النادي اتقابلنا، في النادي اتعرفنا بقينا اصحاب عادي وبتاع، بعدين بدا الموضوع يعني ياخد خطوه في خطوه بقى. ربنا كرم ان شاء الله. لطيفه فكره ان الاثنين ابطال رياضه يكونوا متجوزين، ولا ساعات بتبقى معرقله؟ يعني فكرة ان الطرف الثاني ممكن برضو هو كمان ملهي على طول في معسكرات ومباريات و و و وانت نفس الحال، فده ممكن يبقى، يعني انا عايز اقول ممكن تبقى ميزة وعيب، انتوا شايفينها ايه؟ انا شايفاها ميزة اكتر من انها تبقى عيوب، من حيث ان هو بيبقى كل واحد عارف امتى بيبقى فيه وقت ضغوطات ماتشات، امتى بيبقى هو اكتر وقت حاسس بفترة الموسم، امتى بيبقى يعني الموسم ماشي ازاي، عندك امتى ماتشات، امتى في ماتشات مهمه في الفاينل، فهو بيبقى حاسس حاجه زي كده. الموضوع مش زي اي حد ما بيلعبش، ما بيبقاش حاسس باي حاجه، يعني بيبقى بعيد. كابتن عمرو بقى يعني عشان يظبط الفترات اللي جايه كل مره بيبص لجدوله وجدولك انت كمان، ده حقيقه فعلا. انتوا عندكم ايه مع بعض؟ ده حقيقه، هو اوقات بيبقى عنده ماتشات كتير بيبقى على طول معاهم في وماتشاتهم كمان بتبقى متاخره، واحنا كمان بيبقى عندنا اوقات كتيره برضه ماتشات، فدايما تلاقيه مثلا ماشي بجداول جدولي وجدوله عشان يعرف يبقى حتى على الاقل متواجد معايا. الجدوله دي حلوه، بتنظم الحياه الاسريه. بتنظم طبعا، ويعني انت خد بالك بيبقى يعني انا بقدر ظروفها وهي في نفس الوقت بتقدر الظروف، يعني كل واحد بيمر بيها في ضغطة ماتشاته، لو عدم تواجد في البيت، لو هي عندها معسكرات وسفر، لو انا عندي معسكرات وسفر، لو تأخير بره البيت، فيعني لا هي اكتريتها ميزة الحمد لله. جميل، ربنا يديمها ميزة جميلة عليك. الاعتزال كان ايه السبب وراء كابتن عمرو؟ انا اعتزلت كان في وقت الثورة، الدنيا كانت مش باينه خالص، وكان كمان مفيش انشطه للاتحاد عندنا دوليه او مع المنتخب، ف
فخدت الخطوه. وساعتها كنت بحضر لدراسات عليا وماجستير وكده، فخدت الخطوه اني ابطل واتجهت بقى بعد كده للعمل في النادي الحمد لله. بس هل ندمت بعد كده على الخطوه دي؟ والله هي خطوه لازم تتاخد، هي خطوه لازم تتاخد. يعني هو خدتها ساعتها، خدتها بعد كده، هي لازم تتاخد. ولكن هي التوقيت في اختيار الخطوه بناء على الخطوه اللي بعدها. يعني هو انا بخطط يعني للخطوه اللي بعدها بالظبط كده. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني بطلت، وبعديها الموسم اللي بعديه كنت متواجد المدير الاداري لكره المياه في النادي الحمد لله. نروح بقى لسيدات يد النادي الاهلي، عاملين شغل اكتر من رائع الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله. مؤخرا طبعا مبروك، انتوا دوري وكاس ومنطقه القاهره كمان. الحمد لله. يعني ايه سر تميز فتيات اليد في النادي الاهلي وانت واحده من اهم اللاعبات فيه؟ والله يعني التميز ان الاداره نفسها ده رقم واحد، ان الاداره دايما مساعدانا على ان احنا يعني احنا كان في اخفاقات الموسم اللي فات، ما حققناش بطولات في الموسم اللي فات، فكان اول حاجه ان احنا يبقى عندنا اصرار ان احنا نجيب البطولات تاني، نرجعها تاني للنادي طبعا. فكان اصرار من الاداره، اصرار من اللعيبه، اصرار من كل الجهاز الفني والاداري ان احنا لازم نرجع تاني نجيب البطولات للنادي، عشان يعني دايما الاهلي رقم واحد بطبيعه بالظبط. فكان ده يعني الاصرار والعزيمه ده اللي خلنا يعني الحمد لله نرجع تاني. كابتن عمرو واضح انه كان مخطط لنفسه كويس جدا، وعارف امتى بياخد الخطوه وامتى ينفذها والى اخره. انت بالنسبه لك هل مخططه برضو للي جاي ولا سايباها على الله؟ لا لا والله، يعني احنا في خطط حاطينها ان شاء الله. يعني في ممكن يعني نتجه للتدريب، وفي برضو ممكن نتجه لان احنا يعني هيبقى حته اسريه شويه ونركز فلسه يعني بنخطط الفتره دي نعمل ايه الموسم الجاي. موفقين يا رب في كل يا رب اللي جاي ان شاء الله. اصعب قرارات خدتوها مع بعض كانت ايه؟ اصعب سواء على يعني على صعيد الرياضه او حتى اسريا، كان في قرارات معينه والله بس فيها صعوبة. هو اي حاجه بالتشاور ما بيبقاش فيها صعوبه. يعني هو القرار الصعب دايما الواحد بياخده لوحده، لكن القرار لما يبقى فيه تشاور ويعني وجهة نظر على وجهة نظر ونوصل في الآخر لحاجة في النص، فده بيبقى أفضل. علشان يعني ممكن قرارات تبقى جاية عليا، قرارات جاية عليها، ولكن لما بنوصل لحاجة في النص أو حل وسط بيبقى ده أفضل حل يعني. أكيد. أنا عرفت أن أنت كمان من ضمن مسؤولياتك الإدارية أن أنت مسؤول عن ملف ليه علاقة بالجاليات المقيمه في مصر، الكلام ده مظبوط؟ عباره عن ايه يعني الملف ده؟ عناوينه الرئيسيه ايه؟ التعاون الدولي مع الجاليات. التعاون الدولي للجاليات ده في وزاره الشباب والرياضه، ده كل الجاليات اللي موجوده هنا في مصر اللي هي السفارات والاجانب والمقيمين خارج مصر، المصريين بالخارج، في حاله اقامه اي احداث رياضيه بنشركهم طبعا معانا من خلال وزاره التعاون والهجره، بتبقى عنصر اساسي معانا في لطيفه الحكايه دي. انا ما كنتش اعرف ان في يعني في الاوبشن ده كان موجود. حاجه لطيفه، فدي حاجه مستحدثه في الاداره، ويعني الوزاره بتوليها اهتمام كبير الفتره ديت. كره الماء من الرياضات اللي تبدو لطيفه جدا، لكن في حقيقه الامر بيبقى فيه مطحنه تحت الميه. يعني انتوا اكتر الرياضات اللي محتاجه فار على فكره. ده حقيقي. تم استحداثه بالمناسبه مؤخرا؟ لا 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 لا، احنا عندنا مش غريبه حبتين. احنا عندنا في كره الميه اللي بيتحسب اللي الحكم بيشوفه اللي هو بره الميه بس، اي حاجه تحت الميه ده الشغل كله تحت الميه. يعني كابتن وانت سيدي العالم. ما هو علشان كده يعني اي حد بيحط دماغه تحت الميه او حاجه بيبقى مفيش قرار بيتاخد فيها، بل بالعكس ممكن يتحسب كونترا فاول على اللي حط دماغه في الميه. اوكي. فده يعني هو قاصد يبقى خافي محدش يشوف اللي هو بيعمله. فكل اللعب بره الميه ده اللي الحكم بيحسبه، اي حاجه تحت الميه مباحه. اوكي. طب وان شاء الله بالنسبه لكره اليد ايه اللي جاي بقى؟ بتستعدوا ايه الفتره اللي جايه؟ والله احنا كده الموسم بالنسبه لنا كان خلص بعد قبل واحنا خلص في رمضان بالظبط. فلسه بقى ان شاء الله يعني استعدادات الموسم الجاي لسه مع يعني التشكيلات والاجهزه لسه طبعا ما اتحطتش عشان ماشيين او الخطوات اللي هتبقى ماشيه ازاي، فلسه ما فيش اي رؤيه باينه لحد دلوقتي لسه يعني. ولسه الاجهزه اتحط، وبعدين الكابتن يقعد مع الناس ويقعد مع اللعيبه ونشوف بقى الخطوات. حتى يعني خطه مستقبليه عامه بتقول ان انتوا مثلا ان شاء الله السنه الجايه هتشاركوا في البطوله الفلانيه في بص هو احنا دايما الاساسيات طبعا هي الثلاث البطولات بتوع المحليه، لكن كده يعني هنشارك في افريقيا وكده تبقى قرار مجلس وفي نفس الوقت قرار مدير فني، فلسه ما نعرفش اي حاجه عنها بالظبط.
طبعا في وقت من الاوقات الكورونا كان ليها انعكاسات سلبيه على الرياضه العالميه بشكل عام، هل الدنيا هديت نسبيا فيما يتعلق بكره الميه مثلا؟ بمعنى يعني هل مثلا كان في فتره توقف عن التدريبات؟ كله طبعا، كله طبعا، اجراءات دوله والنادي طبعا جزء من الدوله، فبينفذ اجراءات الدوله ممثله في مجلس الوزراء ووزاره الشباب والرياضه، وكل الانديه طبعا والهيئات الرياضيه بتنفذ القرارات ديت. واول ما مجلس الوزراء اقر بعوده الرياضه في ظل وجود اجراءات احترازيه وتباعد، النادي طبعا كان من اوائل الناس المنفذه للاجراءات الاحترازيه بحذافيرها، يعني كان في تخوف كبير، والحمد لله يعني العجله بدات تدور والدنيا الحمد لله والمنافسات كملت وخلصنا الموسم، وكل الالعاب الحمد لله خلصت الموسم. وان شاء الله اللي جاي يعني اول بطوله مثلا الفريق هيشارك فيها بيبقى في الاغلب بتبقى بعد الاولمبياد، علشان حضرتك عارف الاولمبياد بيبقى فيه مجالس ادارات الاتحادات بتتغير، فمجالس الادارات بتاعه الاتحادات بتتغير بناء عليها بيحطوا الجداول بتاعه المسابقات للموسم اللي هو 21 22 ان شاء الله، فبناء عليها نقدر نعرف. يعني عايز برضو ارجع لكره اليد بشكل عام، الفتره الاخيره وخصوصا بعد نجاح مصر المبهر في تنظيم مونديال كره اليد، يعني ابتدت الرياضه دي يلقى عليها شيء من الاضواء فابتدت تتشهر اكتر نسبيا بالمقارنه باللي كان عليه الحال. الى اي درجه انت شايفه ان احنا ناقصنا امور معينه او نقاط معينه لو توفرت او لو اتحققت احنا هنروح بفريق مثلا سيدات كره اليد بالنادي الاهلي لمستويات ابعد من كده بكتير؟ ده بالنسبه للسيدات كده. خليني اسالك، احنا ناقصنا ايه عشان نوصل لمراحل ومستويات عالميه زي ما بنشوف فرق سيدات من دول غربيه كتير؟ لا احنا ناقصنا خطوات كتير قوي، المفروض يعني اول حاجه منتخب، اول حاجه بالظبط منتخب درجه اولى، يعني احنا عندنا منتخبات ناشئين بيبقى دايما ناشئين، ما فيش منتخب اول. ليه؟ سياسه الاتحاد متخوفات من النتائج. بالظبط، سياسه الاتحاد ان هو متخوف من النتائج فعلا، ان هو ما يبقاش يعني بيروح بيشارك بيبقى سادس خامس ما بيطلعش حتى المربع، فبيبقى اللي هو بيروح مجرد مشاركه وعايز يحقق، لكن بالنسبه للناشئين طبعا بيحقق. طب الناشئين دول مش بعد مرحله معينه او بيبقوا هم الدرجه الاولى؟ بالظبط المفروض. بالظبط، ايه المانع ان يكون عندنا منتخب برضو؟ عايز هو الاتحاد كان دايما يقول ان دول مثلا كان على قبل كده مثلا منتخب 1998 كان ما شاء الله حقق لسنتين بطوله افريقيا وطلع تاسع عالم، وقالوا ان هم النواه للدرجه الاولى، وبعدين اختفى منتخب 99 في 98 ده منهم كتير قوي بطلوا، 2000 كان نفس الموضوع. حتى يعني مفيش كلام استجد بخصوص لا الملف كتير ده. ناس اتكلمت، اللعيبه نفسها اتكلمت، الناس كلها بتنادي ان يبقى فيه منتخب. وطبعا هيبقى فيه صعوبات في الاول، في يعني احنا لازم نشارك الاول، وبعد ما نشارك هنبقى مره واثنين وثلاثه هنبدا يعني مفيش حد ياخد نتيجه من الاحتجاج. طب وعلى صعيد كره الماء احنا فين عالميا برضو؟ نشوف مستويات رهيبة. طبعا احنا برضو نفس القصة، مفيش منتخب درجة أولى علشان بقالنا فترة كبيرة جدا ما بنشاركش منتخبات الدرجة الأولى، ولكن منتخبات الناشئين عندنا مستوياتها إلى حد ما محترمة، بندخل من أول 12 فريق على مستوى العالم، وان شاء الله الاتحاد بصدد ان هو ينشئ يعني فريق اول كره الماء برضو. فكره ولكن منتخب، ولكن احنا كان عندنا من فترات كبيره واحنا شاركنا اولمبياد بمنتخب الدرجه الاولى. طيب وشاركنا لغايه 2012 تقريبا وبنطلع بطولات، ولكن الموضوع توقف نظرا لظروف معينه، بس ان شاء الله يعني متوقع الاتحاد يبدا يعيد تاني خطوات بناء المنتخب الاول ان شاء الله، عشان عندنا اجيال محترمه جدا ولاعيبه مستوياتها عاليه. اجيال محترمه ده اللي مخلي الموضوع غريب على صعيد كره اليد وكره الماء، يعني طالما انتوا الاثنين من جوه الليله بقى جوه المطبخ بتاع الرياضتين وادرى مني بكتير، فطالما عندنا ما يصلح ان احنا نطلق عليه نواه لمنتخب، ايه المانع؟ يعني اتمنى ان شاء الله قريب نسعد بمتابعه منتخب مصر لكره الماء ومنتخب مصر سيدات لكره اليد بمشاركات قويه في كل المحافل الرياضيه. انت نورت الدنيا، نورتونا وسعدتونا، وبتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله نلتقي بكم على خير مره ثانيه. صباح الخير، صباح الفل عليكم. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.